علاش على القهر المقهور تاع بنتي ناجحه ب 18 ونص وتجي اليوم تبطل من المدرسه. نين قهرتي على ولدي اللي ناجح ب 17.95 ويجي اليوم يقف على المدرسه؟ علاش؟ يعني هذوما تبارك الله معدلات ما شاء الله يعطيك الصحة. يعطيك الصحة، السنة بنتي ما تحملتش الوضع، قالت لك يا ماما يزيني ستوب. تحب تمشي تقرا خاطر ستوب معي. كل يوم وانا متعاقبة، علاش متعاقبة؟ يا ماما شوفي لي حل توا انا نقرا، ما فماش حل هاني قاعد. علاش؟ ومش كان ولادينا راهم، كان شو كان ولادينا صحة. ولاد الجيران هذوما ال 15 عائلة هم اللي عايشين كي هكا في الوضع هذا، رانا تعبنا. الله يرحم والدي كلامي وصليه كلمة كلمة ما تقصيش منه حتى كلمة، وبارك الله فيكم ويرحم والديكم اللي سمعتوني، الله يبارك لكم. نطلب من سيد الرئيس انه يوصلوا صوتي، نطلب من سيد الرئيس انه يوصلوا صوتي انه يوصل لي ماء وضو، ماء وضو ما حشي حتى بشيء، رانا تعبنا، رانا 15 عائلة. اجتماعية لحقيقة التفاصيل متاعها الصادمة، باش نحكيو على عائلة في 2024 ما عندها لا ضو لا ماء، والعائلة هذه معناتها ما جاتش حتى في أرياف، نحكيو على عائلة في أريانة اللي هي ولاية من ولايات تونس الكبرى. طبعا مشكل الماء ومشكل الضوء خلى الصغيرات يتعرضوا لبرشا مشاكل في المؤسسة التربوية متاعها. عسلامة، احنا اليوم في 2024 من 2017 واحنا نقاسيو في نفس الموضوع، نمشوا نصبوا الاوراق نتاعنا في الادارات في البلديه في المعتمديه في الولايه، يا اخي يطلعوا يعملوا لنا المعاينه اللي نحن ساكنين في المحل هذاك، وبعد عند التالي يبعثونا باش نخلصوا الاداءات في القباضه، نخلصوا الاداءات ونقعدوا على الموال هذاك عام كامل، ونحن نمشوا نجروا ونجروا ما فما حتى شيء. يوف العام يقول لك جدد الاوراق، راهم الاوراق فوق كأني ولا مذمول الأوراق هذوكم، ما فما حتى شيء. احنا من 2017 نقاسيو في لا ماء لا ضو. صغاري بنتي انا سنة سادسة سنة قرت سيزون تاع شهر ووقفت. علاش وقفت؟ قالت لي كمال المعلمة كل يوم تعقب فيا. علاش تعقب فيك؟ دروسك ما خدمتيهمش، دروسك ما قريتيهمش. واللي هي طبعا ما تنجمش تخدمهم خاطر ما فماش، ما تنجمش تخدمهم مع الظلام، تروح هي 6 نتاع العشية توصل للدار 6 نتاع العشية، ما لقيتش حتى حل يعني باش تراجع. قالت لك أنا هذا باب مدرسة وباش ما زلت نطب وما عادش نطب. أنا اللي كيفاش تعيشوا في الظلام؟ نعيشوا في الظلام، ولادي نعشيهم من العشوة. صابوني مرة في الشهر نغسل، والله مرة في الشهر باش نغسل، نجيب في الماء على ظهري من البير. من البير فما بحذنا مسافة طويلة، مسافة أبعد ما يمكن نجي فيها على ظهري نخدم. صدقيني مشلت، قدمت شكوى للمحكمة الإدارية، هاني توا أنا بركة كنت في المحكمة الإدارية، قالت استنى شوية. طلعنا للرئاسة نهار الاثنين اللي تعدى، طلعنا للرئاسة مجموعة كاملة، قالوا لنا مدة 15 يوم وتو ننظروا الوضع. رجعنا للوضع لقينا قالك برت أولاد الإدارات تاخو مجراها. الادارات سامحني، ونحن في 2024 تحمين على 2025 ونحن عايشين كي هكاي. سامحني، انا نطلب من السلطات التونسيه اذا انا بالحق مانيش تونسيه يقولوا لي برا اخرج على روحك راك مش تونسيه. احنا جينا ناس اجانب تعيش فيها في الرفاهيه، ناس معناها جايه حارق البحورات وشاق البحورات وعايشه في الرفاهيه، ونحن كاولاد بلادها مانيش عايشين فيها وما عندناش فيها الحق جمله. انا البارح وقفت في طريق بنزرت نستنى في الرئيس يتعدى، مشيت نهار كامل وانا موقفه في المركز حاله احتفاظ. ان الرئيس سامحني كان ما جيتش نحبه هزوك للمركز. ايه امس نهار كامل وانا موقفه في المركز، انا كان ما جيتش نحبه، علاش نستنى فيه الرئيس؟ علاش وقفوك خاطر واقفه في الشيء؟ اي والله واقفه كي هكاك على الماده. قال لي مادام مش تعمل، قلت له نستنى في الرئيس. كلموا الكرهبه جت هزتني، خيانة يا ولادي راني نستنى في الرئيس يتعدى، معناه قالك انت في حاله احتفال حتى اللي يروح. انا من 8 نتاع الصباح وانا في المركز للاربعه نتاع العشيه وانا قاعده في روحت صغاري مشي متسنس نوخر عليهم الوقت هذاك. يا ماما شبيك؟ قلت لهم راني وخرت في الخدمه، نجمش نقول لهم راهو هاك وهاك. يعني احنا توا في تونس معناه سامحني وتروح لاربعه وانت ما ثم لا ضو لا ثم ما لا ثم لا ضو لا ما. والله العزيز البارح ولادي باتوا للشر، والله العزيز. علاش؟ خاطر خلطت في وقت مؤخر، ما عادش عندي الوقت باش بحكم انا روحت زيد تعب ومستريسيا، والله باتوا للشر. مش نطيبوا على الظلام العشاء سامحني، والماء مش نجيبه سامحني. انا التواليت حشيكم التواليت، الا ما نستنى نغسل شي صابون باش نصبك الماء نتاعها. والله العزيز نستنى باش نغسل شي صابون باش ريتي كي نغسل معون ولا نغسل صابون نجملو باش ننظف بيه حشيكم التواليت. يعني احنا توا في وضع 2025 داخلين على 2025
معناه ولد تونس غدوه في عاود يرفع راي تونس، ولد تونس غدوه يشد حاشاكم من الحبس. علاش يشد فيه الحبس حسب رايك؟ ما هو خاطر هو عاش في بيئه وفي وضع ماهوش هو. سامحني انت وفرت له طلباته باش هو يعيش في وضع هو. انا بنتي تجي في 17 و18 معدل، والله العزيز بنتي تجي في 17 و18 وقهرتي على بنتي، ريتي قلبي من داخل محروق. علاش؟ على خاطر هي لو كان ما جاتش ناجحه نقول لا غالب، حتى كان وقفت على قرايتها نقول لا غالب، اما هي ناجحه يعني وسنسي زيام يعني توصل معناها تقف على قرايتها. هي نحكيو سيزيام ابتدائي. سيزيام ابتدائي، اي سيزيام ابتدائي، سامحني هي انه المستوى نتاعها يلزم يكون من الابتدائي مش وقت توصل للواحد، يعني هي في الوضع هذا سامحني، وبرشا صغار اخرين وبرشا ببيات، ريتي ببيات سامحني، صدقني قلبك يوجعك عليهم. يوجعك عليه صغير امه عملت له فاكسان تطلع له السخانه، كيفاش باش تفرد والسخانه؟ قداش من عائله سامحني من غير ضوء؟ 15 عائله بلا ما بلا ذو، 15 عائله ونجروا من 2017 ونحن نجروا، يطلعونا يعاينونا نمشوا نخلصوا الاداءات. راهي المشكله ان نحن فازوا قالوا لنا الله غالب انتم بانين ما غير رخصه، سامحني تونس كلها مبنيه ما غير رخصه، لكن انت كي نبني ما غير رخصه علاش تم على اللي فيها المعاناه وعلاش نخلص في الاداءات؟ سامحني علاش انت تجيني اليوم تقول لي مادام ما عندكش الحق؟ علاش انا شنو جيت طلبتك؟ جيت طلبتك في دار؟ جيت طلبتك في قفه؟ حقك في الماء والضوء، حقي نورمال، ما حقي التونسي يضمن له حقه الماء في الضوء، الماء والضوء هذاك حقه، ما لا في ما فيش شك. اليوم صغارنا يعني تعاني من الوسخ وتعاني من المرض وتعاني من الهم، علاش؟ في جرد اني عايشه في الظلام، راهي قاهره قاهره في تونس، راهو الرئيس قاعد يخدم، اما فما عباد اخرى مشي قاعده بالحق تخدم في البلاد جمله واحده. انا اليوم راهو قلبي معبي، ريتي قلبي معبي، امنيتي ديما نطلب في ربي تعرضنيش هكا قناه تونسيه ونحكي ونفرغ قلبي. علاش؟ على خاطر احنا طلعنا كلمونا من البلديه تو عندها شهرين، اجوا باش تاخذوا تراخيصكم. كلموا جارنا كي مشينا قال لك ليه مدام احنا ما قلنا لكمش خذوا تراخيصكم، هي باهي ما كلمتونيش، اوكي نمشي معاكم ما كلمتونيش، اما وين وقتاش احنا ناخذوا تراخيصنا؟ وقتاش 9 سنين من حياتي وحياه صغاري تعدوا، حتمت صغاري حتمتم، انا نحس في روحي مثل. ايش عندك صغير؟ انا عندي زوز اولاد وبني وعندي اولاد خويا معايا، على خاطر عندي اولاد مريض بالتوحد انا نعالج فيه يعني، معناها انت في الوضع ذي 4 صغار اش يغسل لهم؟ اش كيما نقولوا فيها اش يقريهم؟ سامحني كيفاش نعيش انا؟ يعني نرجعوا للنقطة نتاع المعلمة، ولا معناتها ماهيش متفهمة انه ما عندكمش ماء؟ المعلمة قالت لك يا اختي ما مستحيل ما تحكيليش الوضع ذا، انه مستحيل توا في تونس، وانت بحكم انا في قريبة للغزالة، الغزالة يعني معنى، قلت لك مستحيل تقول لي ما عنديش ضوء، يا مدام ها هما الاوراق كان انا نك. اي يا مدام راهي بنتي في حالة معناها في ظرف اني ما يلزمهاش تتعاقب فيه، حتى من صحابها ولا يستحقروا فيها، هي كي تحكي على وضعيتها صحابها ولا يستحقروا فيها، يا اخي هي تعيشي في جبل تطلع شنو ما عندكمش لا ما لا ضوء، يعني صغاري ولوا محتقرين، علاش ما نفرحش بصغاري كيما اي تونسي؟ ما عنديش الحق انا مريضة حشاك بالسكر، نزرق في الانسولين، والله راس اختي نزرق في الانسولين اعتباره مانيش نزرق فيه، ريتي اعتبار نصب في الماء على خاطر ماهوش في الفريجيدير، هي كي تعطيه لي الفرملية تقول لي مدام ديريكت ملي تروح حطه في الفريجيدير، انا وين نحط فيه؟ نحط فيه على السيمان يبرد شي شويه، علاش يا رسول الله انا وصلت بنيت بيت باش ما نمشيش نقول لهم بالله عاونوني، بالله راني ما عنديش، انا طلبت ماء وضوء، لا قلت لك عاوني، لا قلت لك اعطيني، انتو انا كي الدار هذي ماهيش حقي وما عنديش فيها الحق باش نبني في الارض هذي وهي ماهيش، وانا بالحجه نتاعي راهو بكل شيء ما يثبت، كي ما عنديش فيها الحق اعطيني بيت، مش ما عطيتنيش قصر، اعطيني بيت واحده فيها ماء وضوء نسكنها، وكي نجي نهار اللي نجي نطل عليك ونطالبك ونقول لك اعطيني حقي وقتها تدنيني، اما انا راني تونسيه يا ولادي اقسم بالله راهو الواحد راهو قريب البطاقه يرماها في البوبال ويتعدى، بالحق راني انا قريب البطاقه نرماها في البوبال ونمشي نشق البحر كان مت ولا عشت، على خاطر بالحق صغاري تحتموا في عمر الطفوله نتاعتهم باش يعيشوا طفولتهم ما عاشوهاش، ما يعرفوش شنو معناها عمر الطفوله، بنتي ملي مازالت كيما نقولوا فيها في التحضيري متحمله مسؤوليه اكبر من مسؤوليتها، مسؤوليه في نخليها مع خاها عايشه في الظلام، مسؤوليه في نخليها مع خاها لا ما لا ضوء، عليه يا رسول الله، عليه هكايا، عليه رانا تعبنا، نطلب من سيد الرئيس انه يوصلوا صوتي، نطلب من سيد الرئيس انه يوصلوا صوتي، انه يوصل لي ماء وضوء، ماء وضوء ما حسش حتى بشيء، رانا تعبنا، رانا 15 عائله، كل مره نطلعوا غادي للرئاسه البيرو دورك
ما يمعلونا حتى شيء، شيء جوز تسمع كلمة بيه هاتا ونقضي لك وضعيتك، وإلا يخسر عليك يركبك في كرهبة الحاكم للمركز ويخلوك حالة احتفاظ غاديك، وبعد يقولوا لك برا يا مدام روح على روحك، علاش؟ كان مش نتوانسة قولوا راك ماكمش توانسة، رانا توا في 2015 يظهر لي ما فماش حتى واحد عايش بلا ما بلا ضو، حتى كان جدك البلارات اللي يظنوا بهم قبل مازالوا تو الواحد يمشي يشريهم ويضوي بهم، الجاز ما عادش موجود يظهر لي، والله ظهر لي ما عادش موجود. باكو الشماع وصل ل 4500 سامحني يا اخي قداش باش نبقى انا نجري على الشماع سامحني، الشمعه تشعلها منا تطفى منا، رانا في 2025 رانا دخلنا 2025 والله تعبنا والله، 15 عائله عايشه قسما بالله عايشه حي وميته حي وميته على خاطر ما عندهاش حقوقها، ما طلبناش لا اعانات. انا سيد المعتمد عملوا في رمضان يعمل لي اجا قايد في قفه رمضان، كنت شنو ندب بها قفه رمضان على 5 كيلو مقارونة نمشي نشري شكاره مقارونه شنو مع البيها، اعطيني فقط حاجتك بالضو الماء وضو، ما حاجتي حتى باعانه، انا بالنسبه لي ما حاجتي حتى باعانه، يعاوني ربي من عنده سبحانه وتعالى، ماء وضو امنيتي الوحيده بالحق يوصل صوتي من خلالكم انتم، امنيتي الوحيده ال 15 العائله اللي قاعده تو عايشه في الظلام، امنيتي الوحيده يوصل صوتي وينورها ربي وتنور، راهو بحذان الجيران عندهم الماء وعندهم الضو، تقولش ما في حذانيش، احنا كنا جابدين من عند الجيران، جاء المعتمر رئيس البلديه قال اللي جاب تخيط من عند جاره ينحيه ما كانش باش يتخطى ب 26 مليون، يعني سامحني لا ترحم لا تخلي رحمه ربي تهبط، يعني انت في الوضع ذاك احنا قاعدين نجروا عماونا وضاونا وجابدين خيوط من عند الجيران، سامحني علاش ما تخليناش نضو من عند الجار، قعدنا مصبحنا من نهارتنا في الظلام، كأنتي كانسانه عامله الخير يعني عطيتيني خيط جبتي قلتي يا خويا خاف على روحي، انا كان تجيني اختي ب 26 مليون بتبيع باش تنحيه، تو انا هنا عندنا تو من 2017 عايشين في الظلام، من 2017 يعني ما لا عام الاول يعني كي جيت عملت المعاينه فكرت روحك وقلت ليه ثم ليه لا عام الثاني لا عام الثالث، كل عام تخرج تعمل عام 2024 نحن تو عندنا فيه اللي نحن مخلصين الزبله والخروبه، انا واحده من الناس مخلصه 120 دينار زبل وخروبه سامحني. علاش انت هذا الكل المره تو جمعتين التالي مشيت للولايه تعمل لي اكل في الولايه ما نعرفش على تبالتها جسم تعمل لي مدام، للاسف ما عندكمش الحق عليا وخيتي، قلت لها ما عندناش الحق علاش اعطيني سبب فسر لي اللي نحن ما عندناش الحق، قالت لي مدام على خاطر الارض اللي شارينها الهيئه متاعتها فلاحيه، اي براي فلاحيه معناها كي فلاحيه الواحد ما يدخلش فيها الماء والضو سامحني، هاي الفيت مش تحكي لي انك بني ما غير رخصه، راهي تونس كامله تبنت ما غير رخصه، يظهر لي في 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 تونس كامله تلقيش اربع خمس ديار مبنيين بالرخصه، كان البام بام انا كي مشيت للواحد الرئيس البلديه يعمل لي هات 4 ملايين ويجي خذ الرخصه، تاع شنيا قلت له 4 ملايين يا ولدي راني شاري تراب المترو ب 50 دينار يعني نجي نعطيك 4 ملايين تاع شنو مال 4 ملايين، قال لي مدام هذيك هي الرخصه كيفاش تحب تاخذ الرخصه، يعني كي عندي 4 ملايين راني جيت شريت لهنا في قلب العاصمه، راني شريت حتى برطمان قديم وسكنت فيه، والله يعني انت تونس هذيا عندك فيها فلوس تعيش ما عندكش فيها فلوس تموت تحت الحيط ولا تمشي تقعد تسيس، علاش على القهر المقهورتها على بنتي ناجحه ب 18 ونص وتجي اليوم تبطل من المدرسه، قهرتي على ولدي اللي ناجح ب 17.95 ويجي اليوم يقف على المدرسه، علاش؟ يعني هذوما تبارك الله معدلات ما شاء الله في الظلام، يعطيك الصحه السنة بنتي ما تحملتش الوضع قالت لك يا ماما يزيني ستوب تحب تمشي تقرا ستوب حاجة. كل يوم انا متعاقبه، علاش متعاقبه؟ يا ماما شوفي لي حل تو انا نقرا ما فماش حل هاني قاعد، علاش؟ ومش كان ولادي نيرا كان جو كان ولادي نا صح ولاد الجيران هذوما ال 15 عائله هم اللي عايشين كي هكا في الوضع هذا، رانا تعبت الله يرحم والدي كلامي وصليه كلمه كلمه ما تقصيش منه حتى كلمه، مبارك الله فيكم ويرحم والديكم اللي سمعتوني الله يبارك لكم.